مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير فخاد الفروج ببهار التندوري. عنا اول شيء فخاد زيت نباتي، عصير حمضه كبيره، ليمون كبيره، كمان عنا ملعتين طعام مليانين تندوري، ملعقه صغيره ملح، وملعتين طعام خل. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بدنا نعمل الخلطه، نحط الحامض، الخل، كمان التندوري والملح، وبحط زيت. حطيت زيت حوالي 4 معالق طعام، كمان بخلطهم منيح. طريقة كتير طيبة ورائعة وسهلة كمان، بس خلطهم منيح. هلا بدنا نكفي مع بعض. حط الدجاج بالصينية، وبحط فوقنا الخلطة اللي عملناها. خلطهم منيح مع بعض. هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بالوقت اللي عم نعمل فيه دجاج بالفرن، هلا بدي اعمل انا وياكم رز ابيض. عنا كوب المقاس رز غسلتهم وصفيتهم. بحط بالطنجرة زيت نباتي، حطيت حوالي 3 معالق طعام زيت نباتي، بحطهم فوق الرز. بحطن على الغاز، وبحط فوقن كوب ونص مي من اكواب المقاس. بسم الله، كوب ونص. كمان رشة ملح صغيرة، هلا بتركن ليغلو. عملت انا رز كمية كتير كتير صغيرة، اذا انتو بتحبوا اكتر ضعفوا الكمية. بس صار الرز بهيدا الشكل، في مي خفيف كتير. هلأ بخفف الغاز على الواحد، بغطي الطنجرة حوالي 7 دقايق وبطفي الغاز. كمان بعد ما جهزنا الرز بدنا نعمل الخضرة مع بعض. بدي اعمل، ما رح اعمل سلطة انا وياكم، رح اعمل خضرة مختلفة. عنا هون بصل، هيدول علب بشتريهم من السوبر ماركت، ممكن نعملهم، نجيب الخضرة ونقطعها نحنا نجهزهم بالبيت، وإذا بدنا نشتريهم مقطعين خالصين من السوبر ماركت. أنا بشتريهم جاهزين من السوبر ماركت. عنا بصل ملفوف أخضر وأصفر وفطر وجزر. أول شي بحط بالطنجرة زيت نباتي. طريقة الخضرة كتير سهلة، حطيت حوالي 2 ملاعق طعام زيت نباتي. كمان حط صويا صوص، هيدا الصويا صوص منجيبه من السوبر ماركت. كمان
حطيت حوالي كوب صغير. بحط الخضرة هلا بحطن على الغاز. رح احط فوقن كمان دبس الرمان، شي بسيط بيعطي نكهة حامضة خفيفة كتير طيبة. هلا بخلطن شوي وبغطي الطنجرة. كمان بحركن شوي برجع بغطي الطنجرة. بعد 5 دقايق بس غلوا مع بعض بعصر عصرة حامضة حطيت عصير نص حامضة بخلطهم مع بعض وصاروا جاهزين للتقديم. هيدي الخضرة ما منا اياها تعجن تخبص، منا اياها شوي صغيرة تبقى بتقرش اطيب. هلا صارت جاهزة للتقديم، بطفي الغاز. هول الفخاد بعد ما طلعوا من الفرن اخذوا بالفرن 50 دقيقة، هلا صاروا جاهزين كمان للتقديم. بدنا نحطهم بصحون. بعد ما حطيتهم بصحون هلا بدي رش على الدجاج، بيعطي شكل كتير حلو بقدونس. هذا اختيار البقدونس بس للزينة. وهذا الرز. بتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. كمان رح احط شرائح من الحامض. قبل ما ننهي الفيديو، هيدي كمية الرز اللي عملتها انا وياكم صحن. انتو اذا بتحبوا ضعفوا الكمية، اذا بتحبوا اكتر رز ضعفوا الكمية. بتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.